في المغرب دائما يلعب المجتمع المدني دورا هاما في التوعية بدور التبرع بالدم في إنقاذ الأرواح، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية. وفي هذا الإطار نظمت جمعية الرحالة لهواة المشي بمدينة طنجة حملة تبرع بالدم، شارك فيها العشرات من المتبرعين لتخفيف الضغط الحاصل على الطلب على هذه المادة الحيوية. المزيد في روبورتاج إدريس بوسرحان. هنا بالمركز الجهوي لتحقن الدم بطنجة لبى عشرات الأشخاص نداء التبرع بالدم الذي أطلقته جمعية الرحالة لهواة المشي، حملة ستمكن من تعزيز احتياطي مخزون الدم بهذا المركز، خاصة وأن انعكاسات الأزمة الصحية التي فرضها تفشي فيروس كورونا جعلت مؤشر التبرع بالدم يتراجع مقارنة بالسنوات الماضية. هذه المبادرة طبعا هي مبادرة لا يمكننا إلا أن نثمنها ونتمنى المزيد منها، لأننا نعرف جيدا أن الدم هي مسألة حياة أو موت، يمكن لقطرة دم أن تنقذ إنسانا، وبطبيعة الحال هذه المسألة نتمنى أن تسود ثقافة التبرع بالدم بين جميع الناس. الهدف من هذه الحملة هو تشجيع عموم الأعضاء وعموم الناس على هذه المبادرة من أجل إشاعة ثقافة التبرع بالدم في المجتمع، ونهدف أيضا من خلالها حتى لا تبقى حبيسة الحملات وحبيسة الإعلانات أن يتعود المواطن المغربي على التبرع بدمه بين الفينة والأخرى. كما دعا المشاركون في هذه الحملة مختلف الفاعلين بتنظيم حملات مشابهة لتحفيز المواطنين على التبرع بالدم بشكل مكثف، خاصة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية. نتمنى من الناس انه يكون واحد الوعي بهاد الاهميه ديال هاد العمليه ديال التبرع، لان يعني كاين بزاف ديال الناس في حاجه للدم في ظل هذه الجائحه وتبعاتها. ندعو كافه الفاعلين والاطياف الى الانخراط في هذه الحمله المهمه من اجل اعطاء فرصه وحياه للمحتاجين للدم. وسعت أيضا هذه المبادرة لترسيخ ثقافة التضامن وزيادة الوعي حول أهمية التبرع بالدم وتعزيز مخزونه كضرورة أساسية لسد الحاجة المتزايدة للمرضى المحتاجين لهذه المادة الحيوية.